تمضي سلطات الاحتلال الإسرائيلي قدما في خططها الاستيطانية، آخرها الإعلان عن طرح مناقصات لبناء 1355 وحدة جديدة في الضفة الغربية والقدس. الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أدانا الخطوة الإسرائيلية وأكدا أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وأنها عقبة في طريق السلام، طريق بات مسدودا بفعل الاستيطان تقول السلطة الفلسطينية، وعليه ستتوجه إلى المجتمع الدولي لترجمة أقواله إلى أفعال. الرئيس بالأمم المتحدة قدم مبادرة تملأ الفراغ السياسي، إذا لا أحد يريد أن يلتقط هذه المبادرة ويتعامل معنا على أساس هذه المبادرة، إحنا رايحين لخيارات أخرى، منها العودة لقرار التقسيم اللي هو يعني قرار أمم المتحدة 181، أو الذهاب لحل الدولة الواحدة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن إسرائيل لن تكتفي بالمناقصات الجديدة، بل إن حكومتها بصدد التصديق على 3000 وحدة استيطانية قريبا والترويج ل9000 أخرى في مستوطنة عطاروت شمال القدس المحتلة. توزيعها معظمها في منطقة القدس، سواء كما ذكرت في جنوب القدس شمال بيت لحم أو في منطقة شرقي القدس مستوطنات بسجاد زائف والنبي يعقوب أو في محيط المطار. منذ بداية العام الجاري وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء 3467 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والعمل مستمر على بناء المزيد لقطع الطريق على حل الدولتين، الحل الذي يقول المجتمع الدولي إنه يدعمه من دون فعل. يقول الاتحاد الأوروبي إن الاستيطان غير قانوني وتؤيده في ذلك كل المواقف الدولية، أما على الأرض فالاستيطان يتفشى، ما يجعل تلك المواقف مجرد تصريحات لا قيمة لها بالنسبة إلى إسرائيل. يرى العملي العربي، رام الله.